العديد من النساء يعانون من البشرة الحساسة، وبالتالي اختيارهم لمساحيق التجميل يكون جدا مهم ويكون انتقائي، فما بالكم باختيارهم للمواد اللي تساعد على إزالة المكياج من الوجه. هذا الشيء جدا مهم، خصوصا إذا احتوى على روائح، إذا احتوى على نوع من الكحول، أو أيضا إذا احتوى على نوع من الزيوت اللي ممكن تؤدي إلى ضرر البشرة مو نفعها، أو ممكن حتى ما تنظف لنا البشرة بشكل جدا جيد. راح أنطيكم نصيحة تساعدكم من خلال مواد داخل المنزل تساعد على تنظيف البشرة وإزالة المكياج بنفس الوقت. أول شيء زيت الزيتون، أنا أقدر أستخدم زيت الزيتون وحدة أو أحط وياه زيت جوز الهند، وأستخدم بقطنة، يعني تكون القطنة، يعني يفضل القطن الدائري اللي يكون يعني نوعا ما مضغوط بحيث ما يسبب أي تحسس للبشرة. أستخدمه وأبدي أزيل المساحيق به شوية شوية، ما أحاول أفرك بشكل جدا كبير حتى يتغلغل بالبشرة ويساعد على استخراج وكل أنواع الأوساخ الموجودة على البشرة وما يترك أي تسربات داخل المسام. ثاني شيء ممكن نستخدمه هو الألوفيرا، الألوفيرا الطبيعية اللي ممكن أنه تروحين تشتريها من المشاتل، وهذا الشيء جدا مهم، لأن بعض مواد اللي تحتوي على الألوفيرا ما تكون ألوفيرا يعني طبيعية، تكون اصطناعية أو بكميات جدا قليلة في هذا المنتج، لذلك بإمكانك أنه تروحين تشتريها من المشتل، يعني زرعاية هي يعني نوع من أنواع الصبير، فتشتريها وبإمكانك أنه تقسميها إلى شرائح، تاخذين اللي بداخلها وتستخدميه بالقطنة، أو هي نفسها بإمكانك أنه تفركيها على بشرتك بشكل دائري، وهذا الشيء أكيد راح يساعد على تنظيف البشرة بشكل جدا جيد. وما ننسى أيضا زيت اللوز اللي ساعدنا مو بس على إزالة المساحيق وأيضا على توحيد لون البشرة والتخلص من الهالات السوداء تحت العين. أكيد المواد الطبيعية دائما هي المفضلة للبشرة ومفضلة لكهرمانة.